عندي سمك سردين، وعندي كمان دقيق وعصير ليمون وثوم مفروم، وعندي ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبابريكا وثوم باودر وبصل باودر. وتعالوا نشوف هنشتغل السردين ازاي. اول حاجة هنعمل كده تتبيلة خفيفة خالص هنتبل بيها السردين قبل ما نقليه، اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الثوم الباودر، البصل باودر، وعندي شوية الكمون، شوية الكزبرة، تمام، وشوية البابريكا، تمام كده. تعالوا بقى ايه دول، هحط عليهم شوية ثوم مفروم وملح وفلفل، هملح كده السردين عندي، شوية فلفل، شوية ثوم مفروم. عايزة ثوم يا اسلام كمان. استاذ حسين صباح الفل. يا صباح الفل يا شيف، ازاي حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. الله ينور عليك يا شيف، الله يخليك. احنا متابعين الحلقه من الاول وشفنا فيها سمك، يعني صراحه الله يخليك والله يا شيف. الله يخليك، صباحك ربنا زي الفل. الصحه تسلم. ربنا يديك الصحه. الله يخليك، الله يخليك، دايما منورانا كده في حلقاتك شكرا. الجميله دي. الله يخليك يا استاذ حسين، سلامنا لكل اهل اسوان. الله يخليك يا ست الكل. بعدين حضرتك يا شيف اتفضل. الرز اللي هو الاصفر ده اللي هو بتاع المطاعم ده، عايز الطريقه بتاعته يا شيف. حاضر، عنينا. حاضر يا استاذ حسين. بيتعمل ازاي؟ ماشي، هقول لكم كل تفاصيله. عينيا. حاضر. الله يخليك يا شيخ. ماشي، الله يخليك. تسلم، مع السلامه. حط بقى شويه خل او شويه عصير ليمون على حسب ما انتم حابين. اهو كده شويه بقى ايه، حط برده شويه عصير ليمون كده معاهم. السمك يحب الليمون والخل والحاجات المزز الجميله دي، تبقى حلوه قوي. الخلطه دي هتبل بيها السردين، عايزه تتبيله خفيفه، مش عايزه يعني ايه شويه التوابل دول مع شويه الثوم وشويه خل او ليمون او الاثنين مع بعض شويه وشويه على حسب ما انتوا حابين. هبدا بقى ايه اجيب السردين، يكون طبعا متنظف. فرحه صباح الفل. ازيك يا شيف، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ منوره والله. الله يخليكي، ده ناركو. بعد اذن حضرتك، صينيه السمك اللي حضرتك عملتيها دلوقتي ينفع باي نوع سمك تاني؟ ينفع، ينفع سمك بولتي، ينفع اي سمك جزل كده، ينفع مفيش مشكلة خالص. بنفس الطريقة كده تبقى مقطعاه جزل، يعني يعني مثلا السمكة على اتنين او تلاتة كده، وتبدأي برضو تشتغلي بيها بنفس الطريقة اللي احنا عملناها دي، ينفع. شكرا لحضرتك حبيبتي. الله يخليك، تسلم، شكرا. بصوا بقى هجيب السردين انا منضفاه، في ناس بتبقى عايزاه مقفول زي ما هو، براحتكم اللي انتوا عايزينه، ده ينفع وده ينفع. هبدأ بقى ايه اتبل كده السردين بشوية التتبيلة الخفيفة الحلوة اللي احنا عملناها دي. اهو هبدأ كده ايه انطر كده السردين معاها بالشكل ده كده، وهبدأ عندي شوية دقيق اهو، هبدأ بقى ايه اقلي السردين. ولما قبل ما اقلي السردين في الزيت او سمك او اي حاجة لازم اعمل ايه، اعفره بشوية دقيق. الخطوه دي يا جماعه ما ينفعش تستغنوا عنها، ما ينفعش يعني ما نعملهاش، عشان في ناس كتير مثلا لسه بيدخلوا المطبخ جديد بيقوموا مثلا ماسكين السمك قالينه في الزيت فيتفاجئوا ان هو اتهرق او ما ظبطش معاهم. لازم الخطوه دي اجباري، مش حاجه يعني ينفع نعديها. لازم السمك او اي نوع سمك هنقليه في زيت غزير لازم يعني يتعفر كده بالدقيق زي ما احنا بنعمل، عشان نحافظ عليه من ان هو يتهري. هبدا كده اقلي السردين بتاعي، تمام، احط بقى الزيت كده، هنفض الدقيق الزياده، وهبدا اقلي السردين شويه. سردين مقلي بقى هنعمل لهم شويه الصوص اللي احنا هنعملهم دول، هيودوهم في حته تانيه خالص. اهو هقلي السردين بالشكل ده، طبعا حابين تاكلوه مقلي لوحده كده من غير ما تعملوا الخطوه بتاعت الصوص تقدروا طبعا تعملوا كده. اهو هنفض كده الدقيق الزياده واكمل قلي في بقيه السردين. اهو اعفر كده بالدقيق لحد ما اخلص كل الكميه. هجيب كده ورق مطبخ على طبق وابدا اطلع من الزيت.
تمام. بصوا بعفر بالشكل ده اهو، بغطي كل السردين كده بالدقيق زي ما انتم شايفين اهو. تعالوا بقى ايه، نجيب طبق كده عليه مناديل عشان نبدأ نطلع من الزيت. نطلع نشوف كده، نجيب الماسك ده نشوف كده، نبص على اول واحدة عملناها لسه محتاجين شوية، عايزة احمرهم شوية عن كده.